حاضر كل أمة مبني على تاريخها وتراثها. والله أنا من عائلة تعشق التراث وجمع القطع التراثية، فكرة موجودة منذ الصغر، يعني أهتم بالأشياء القديمة، أشياء القطع النادرة التراثية. ومع الأيام مع الوقت تحولت الفكرة أنه إيش المشكلة أنه يصير بزنس. خالد عبد الله محمد العمري، مالك مؤسسة تراث كبار الشخصيات. هي الفكرة أنه تصير الهدايا بين الناس أشياء تراثية، الأشياء اللي من الماضي، مثل زي السيوف، الخلاج، البنادق، وبالذات هذه تنتشر بكثرة في الزواجات، المناسبات الكبيرة. فإحنا نحاول أنه ندعم الفكرة هذه بحيث أن الشخص اللي يدور هدية راقية وجميلة ويعني لها أصالة وروح الماضي يلاقيها عندنا. ميزة الفكرة أنه جمعت أكثر من فكرة تحت سقف واحد، اللي هو التراث القديم على التحف المميزة، الأنتيك. يعني إحنا مجالنا هدايا ومشغولات يدوية وأنتيك. الحقيقة أنه لما شفنا قبول الناس للفكرة ورضاهم عنها واستحسانهم، يعني شجعنا إن شاء الله أنه نطور الفكرة ونتوسع أكثر وأكثر بمشيئة الله. هدفنا القادم يكون عندنا أكثر من 5 فروع بمشيئة الله، تغطي المنطقة الجنوبية، وتكون عندنا مصانعنا الخاصة اللي نصنع فيها الأشياء الأثرية زي السيوف، البنادق، الخناجر. وبمشيئة الله راح نحقق هالهدف.